طيب رحب بيكم في سيشن 6 اللي هي البراكتس. ها اللي هلا احنا شو بنساوي هون؟ بنطبق اللي تعلمناه في سيشن 5. شي سيشن 5 كانت عن السب تابليشنز والاذر كونستنتس. ماشي. المطلوب هون شباب انه ناخذ اللي سويناه التدريب اللي سويناه العملي في السيشنز السابقه اللي هي كانت 2 كيسز، واحدة عن الاي دي واحدة عن ستودنتس. و ليش تحط هون انك سميته بيرسون في الاي دي صح؟ وهناك شو سميناها في الستودنت؟ بيرسون ستودنت ستودنت تيشر ستودنت تيشر. هلا بدل ستودنت تيشر مش بدل بطريقة ما تحط المودل هذا جوا الثاني بيرسون بلا تيكس ممكن يكون اثنين سب تايب بيرسون ممكن. هلا صار الموديل واحد. الموديل هارد هلا بعد الكونسترينس اللي اخذناها شو بدك تساوي؟ رد ارجع يعني اعمل ريسيت. ان شاء الله بدك ترد ترجع تغيير، يعني مش ترد بس تجمعهم وخلاص. لا، بعد ما تحطهم مع بعض تخيل انه يعني مسموح لك، انا بسمح لك انك ترد تعيد تفك كل شيء وترد تبني مره واحده. إذا بدك، بمعنى إنه في أشياء هلا مثلا صار عندك أنت فيري كونسترين ميل وفيميل مثلا، هلا صار في عندك سب تايب بتسهل، هلا صار في عندك سب سيت والإيكواليتي والإكسكلوجن، شوف وين بدك تستعملها. بيطلع عندك إيش هلا؟ موديل، وهلا تعلمت أنت كونسترينز كثير. ها؟ شوف إذا بدك إيش تستعمل من هاي الكونسترينز اللي تعلمتها. المفروض يطلع لنا شيء اسهل من اللي كان بعد انه طبعا الموديل في اسئله واضح؟ طبعا كل طالب مثل حاله بعد ما بخلص بنعمل برزنتيشن لهم وبعدين بتعمل لي سبت للفاينل موديل. ها؟ بتسلموا بي دي اف زي ما حكى لكم يوسف، بتحطه على دروب بوكس او بتجيبه مطبوع يوم المحاضره الجاي. ها؟ وبنصحكم هلا هلا بنصحكم تعمل جنريت لا وتطلع وتبنيها عن جد تشوف. اه شو رايك فيها؟ فكر فيها هي الداتا بيس اللي تطلع بعجبك معجبتك ولا لا؟ بجوز ترجع تغير شيء في الموديل استخدام اعملها على اللابتوب على مايكروسوفت اكسس، يعني بس للتجربه بس شوف كيف التيبلز تطلع استخدام الفيزيو موديل الجنريت. اه استخدام الفيزيو موديل. طيب في اسئله ثانيه؟ في اسئله؟ طبعا بالعربي وبالانجليزي الاتجاه. في شيء ثاني بتقولوا؟ في اي سؤال؟ لضيق الوقت لضيق الوقت بدنا نحذف ذلك. يعني سوري بدنا برزنتيشن لضيق الوقت. جزء احذف اول اول واحد كانت واحد ذيك الوقت. شو رايكم تيجي يوم الاحد عاملين؟ معناش وقت يوم الاحد انه يعني ندخل عندي انا شغلات ثانيه لازم وبعدين في عندنا اخر برزنتيشن سوري اخر سيشن وجدتكم انا شو في ضايل عندي انا تو سيشنز هذول ضايل عندي تو سيشنز هذول بعدها في عندنا سيشن كبير يعني بدنا شيء كبير نسوي فمعيش وقت كثير فبأمل انه عن جد انه نحلوها لحالنا.